خليني اخد معايا بعد اذن حضراتكم على التليفون استاذ عصمت منصور الباحث المتخصص بالشأن الاسرائيلي. اهلا بك يا فندم. مساء الخير وتحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. اهلا بك استاذ عصمت. ماذا بعد التصريحات التي رآها وسمعها العالم عن وزير الامن القومي الاسرائيلي وهو يدعو لقتل كل من يدعم حماس حتى ولو بتوزيع الحلوى؟ يعني بالفعل هذه الدعوة بالأمس أطلقها بن جبير، وهو كما ذكرتم وزير كبير، يعني هذه وزارة الأمن طبعا الداخلي أو الأمن الوطني كما يطلقون عليها الآن، ورئيس حزب أيضا حزب فاشي. وهذه دعوة أخذها على محمل الجد، وهي تأتي في سياق أجواء الفاشية والعنصرية والتسابق والمزايدة، يؤذي الفلسطينيين أكثر، من يقدم اقتراحات أكثر يمكن أن تقتل أكبر عدد من الفلسطينيين. وهي ليست غريبة عن هذا المناخ، مناخ هذه الحكومة وهذا المجتمع. سبقها دعوة من شريكه في الحكومة وزير المالية سموتريتش الذي دعا إلى محو قرية حوارة عن الوجود، وقال يعني يجب أن تمحى هذه القرية. لذلك نحن نواجه حكومة خطيرة جدا، وهذه الحكومة تستفيد من أجواء الدعم للأسف التي تقدمها الأمم المتحدة والغرب لها، وتعتبر أن هذا ضوء أخطر لكي تمارس كل هذه الأفكار الشاذة والخطيرة. طيب يعني سيد عصمت، كيف ينظر المجتمع الدولي، كيف ينظر كبار الساسة والقادة والزعماء ومسؤولي الحكومات في العالم لتصريحات مثل تصريحات بن غفير وسابقة عليه تصريحات وزير التراث لدى الكيان المحتل بأنه خيار الضرب بالأسلحة النووية على القطاع خيارا موجودا ومتاحا؟ العالم للأسف ومرة أخرى يتغاضى عن هذه التصريحات. لا يحاسب هؤلاء المجرمين ومجرمي الحرب على هذه الجرائم وهذه التصريحات. أمس أيضا وهو كان رئيس الشباك قال هذه نكبة جديدة، موقع نكبة جديدة على غزة. يعني أقنعوا العالم إسرائيل في 7 أكتوبر أنهم تعرضوا إلى هجوم وخطر وجودي، وأن حربهم التي خرجوا إليها هي من أجل حماية حدودهم وحماية وجودهم، وبالتالي هم يشنون حرب على حركة حماس. الذي يحدث من تصريحاتهم يتبين لا، هم يريدون إبادة الشعب الفلسطيني وتدمير الشعب الفلسطيني وحياته ومجتمعه ووجوده، وأن هذه أفكار مبيتة وأيديولوجيا عنصرية موجودة لديهم، والعالم الذي أيدهم في البداية وتعاطف معهم واحتضنهم وتقاطر زعماء العالم إبداء التعاطف والدعم لإسرائيل لا زال للأسف يتعاطى أن إسرائيل هي الضحية، علما أن إسرائيل هي المجرمة وهي التي قتلت كثير من الشهداء ودمرت 50% من مباني غزة، هجرت 1 مليون وأكثر من 100,000 فلسطيني في وتحاصرها وتمنع عنها الكهرباء والوقود وحتى الطعام، يعني تحاصر القطاع وتمنع دخوله. لذلك للاسف المجتمع الغربي تحديدا الولايات المتحده والغرب يؤيدون اسرائيل ويتغاضون عن هذه التصريحات، يتعامون بكل هذه التصريحات العنصريه. اليوم تحديدا قبل ساعات المستشار الالماني يقول يجب عدم وقف اطلاق النار، يعني بدل ان يدعو، وهو رئيس دوله اوروبيه وتعتبر يعني دوله متحضره، بدل ان يدعو على ما يراه من صور وجرائم ومشاهد بدل أن يدعو لوقف إطلاق النار، أو أن يكونوا المدنيين بعيدا عن هذا الفتح وأن يحيد وأن تقدم لهم المساعدات والمؤونة والدواء، يدعو إلى عدم وقف إطلاق النار. وهذا الموقف أيضا ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها من دول أوروبا للأسف. أنا بشكرك جدا أستاذ عصمت منصور الباحث المتخصص بالشأن الإسرائيلي محدثنا من رام الله. حتى لو قدمتم الحلوى فسوف يقوم الاحتلال بقتلكم فورا ودون رحمة وعلى مرأى ومسمع من العالم. إذن لا حل سوى أن تفرش الطرقات الفلسطينية بالحلوى. افرشوا كل شوارع فلسطين بالحلوى إن وجدتموها.
املأوا كل الأجواء الفلسطينية بالزغاريد لأجل ارتقاء الشهداء، لأنهم فعلا شهداء، لأنهم يدافعون عن الحرية، عن الاستقلال، عن الإنسانية، يدافعون عن الحق في الحياة. أولاف شولتز يدافع عن القتل.